ايه اللي يخلي شنطة صغيرة زي دي ما اقدرش استغنى عنها في اي حتة اروح؟ صديقي العزيز، حابب اعرفك على صديقي العزيز الجديد اللي معايا. اللي عجبني قوي في الشنطه دي الماتيريال بتاعتها بص كده جميله، وكل حاجه فيها تقدر تشكلها وتستخدمها باكتر من طريقه. يعني مش شرط انت تستخدمها في الفوتوغرافي او الفيلم ميكنج ان انت تبقى صانع محتوى تحط فيها عده التصوير بتاعتك، لا انت ممكن تاخدها معاك في الجيم، ممكن تاخدها معاك في التمرين، ممكن تاخدها معاك في السفر. تعال بقى كده نتفرج على خبايا هذه الشنطه اللذيذه. بص الشنطه كده من النص ده المين بتاعها ده كده. تعال اوريك حاجه من الحاجات اللي حبيتها جدا في الشنطه دي. نفتح كده، بص دي ارضيه ليها كده، ممكن تشكلها بالمنظر ده كده. يبقى عندك 1 2 3 سلوتس كده تحط فيهم 3 حاجات مختلفين. ممكن تحط بادي كاميرا، لينس او فلاش ولينس. ممكن تفتح دي كده يبقى عندك سلوت كبير وواحد صغير، او دي كده ويبقى ده بالشكل الطولي كده. دي حاجه بتساعدك في تقسيم الشنطه او المكان اللي في النص الكبير هنا كده، بالاضافه ان هي ليها مكانين هنا زي جيبين هنا، وانا بحب الجيبين دولت في حته ان انا عندي الفلاتر بتاعتي، عندي الفاريبل ان دي سي بي ال فلتر والفلتر البرو ميست اللي هو بلاك ديفيوشن، دول برضو من كي اند اف كونسبت. المكان بقى ليهم بقى اللي انا بستخدمه على طول ان انا بحطهم في الجيوب اللي هنا دي كده، برو ميست وده كده الان دي فلتر. فانا كده شلت الفلاتر بتاعتي في الجيبين اللي هنا دول. ده كده مايك معايا فهقوم حاطه في المكان اللي هنا ده كده، وهنا احط الكاميرا بتاعتي نفسها باللينس. ظبطت شنطة صغيرة على قد الايد، ما بحتاجش بهرجة كتيرة لان انا بحتاج التحرك بيبقى معايا سهل في حاجات كده، كل شوية بحتاج اطلع الكاميرا واصور على طول، اخد اللقطة اخد الشوت، فمش هحتاج ان انا انزل الشنطة وكل شوية واقعد اطلع العدة واحدة واحدة. لا، الحاجة كمان بقى الجميلة هي الحتة اللي قدام دي هنا، في عندنا هنا 3 جيوب صغيرين، فده الجيب الاولاني والتاني وده الجيب التالت، ودول بقى ممكن استخدمه ان انا احط فيهم البطاريات. كده بطاريه معايا، ممكن احط البطاريه بتاعتي في الجيب اللي هنا ده كده. في بقى جيب سحري او سري بيقولوا عليه سري، افتح الجيب ده هنا كده، وهنا ممكن اشيل ورق مهم، اشيل فلوس، اشيل اي حاجه. وبرده في حته دي جميله جدا، حته ان انا ممكن اعلق المفاتيح بتاعتي في الشنطه، ابعلقها هنا كده واقوم معلقها في الشنطه هنا وادخلها جوه واقفل عليها. هل كده الموضوع خلص؟ لا، في عندي جيب بقى في الظهر، وده بقى الجيب الاخير معانا، وده جيب ممكن تستخدمه لو انت بتسافر كتير. فحاجه مهمه جدا في السفر باسبور ورخصه قياده دوليه، فالاثنين دولت برضو حاجات مهمه جدا في تنقلك لو انت بتسافر، ما تقدرش تمشي من غيرهم، موجودين معاك هنا كده في الظهر. فلمت معاك الورق المهم بتاعك، لمت معاك الفلوس، لمت معاك العده، حاجه كومباكت، حاجه 10 لتر تعتبر، فحاجه صغيره. والجزء اللي تحت ده برده ممكن يكون انت فاكره ديكوريشن وكده، بس الجزء ده بيتعلق فيه، ممكن تحط فيه ترايبود صغير، ممكن تحط فيه جوريلا بود زي ده كده جوريلا بود، بدخله هنا كده واقفل عليه، وبالتالي بقى معايا ترايبود صغير او جوريلا بود، اقدر في اي وقت افتح السيت اب بتاعي واصور واقفل واتحرك بسرعه. فدي اكتر حاجه حبيتها الصراحه في الشنطه ديت. اي نعم في اختيارات ثانيه كتيره في كي ان اف كونسبت للشنط، حاجات كتيره وبرده حاجات فيها ابداعات وفيها استغلال المساحات كبير، بس انا كان ناقصني حاجه زي كده، كان ناقصني حاجه تبقى صغيره، مش شرط انها تبقى مخصصه للكاميرات، انا عايز استخدمها في حياتي اليوميه، وممكن برده اعلقها باي طريقه، ممكن اعلقها على الوسط، اعلقها على الكتف، اعلقها من ورا، اعلقها من قدام، فحسب الستايل اللي انت حابه وتقدر تستخدمها بيه. بالاضافه برده ان انا ممكن يبقى معايا اضاءات زي دي كده، اضاءات صغيره، فالاضاءات ديت بتبقى فعاله جدا برده في التصوير لو انا بتحرك كتير. من ضمن الحاجات اللي بتبقى معايا جدا في الشنطه، حاجه من الحاجات الضروريه تبقى معايا في الشنطه، شايف السلوت الصغير ده بقوم حاططهم كده فيه، ممكن احط المايك عليهم، ممكن احط الجوبرو في النص. بحتاج ان انا يبقى معايا حاجه كده رن جن على طول، اللي هو طلع صور اقفل طير على طول. ومن الحاجات الجميله جدا برضو هتكلم عليها في فيديو منفصل هي الفلاتر اللي من كي ان اف كونسبت. الفلاتر ديت يعني حاجه تبان ان هي صغيره، حاجه انا ما كنتش متوقع ان انا في يوم من الايام هحتاجها وهكون مصر ان انا استخدمها بالشكل ده، وكمان اعمل لها فيديو مفصل ازاي الفلاتر ديت فرقت معايا جدا في نقله الفيديوهات بتاعتي، خصوصا
خصوصا الان دي الفاريبل ان دي سي بي ال فلتر ده. اخيرا وليس اخيرا هكون سايب لك لينك الشنطه ديت او اللينك بتاع كي ان اف كونسبت في الديسكربشن في وصف الفيديو تحت، تقدر انت تبص عليها وتشوف المميزات بتاعتها اسعارها ايه، ولو عجبتك ولقيت انها ليها احتياج كبير جدا ليك زي ما هي كانت ليها احتياج ليا تقدر انت تطلبها وتشتريها. واللي اضمنه لك بنسبه كبيره انك مش هتندم انك جبت الشنطه ديت، لانها الصراحه بقت معايا في كل حاجه وبلف بيها في كل حته، وعشان كده بقت الشنطه الصغيره دي ما اقدرش استغنى عنها في اي مشوار اروح. استنى اشوفك الفيديو اللي جاي. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.